مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملك: الأردن يحرص على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب كأساس لاستقرار المجتمعات. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استقلال المملكة 76. المطران الدعيمس يقوم بزيارة رعوية لكنيسة السيدة العذراء في ماركا. مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو إلى نبذ العنف والتعصب. كنائس محلية تحتفل بمنح أبناء وبنات رعاياها سري المناولة والتثبيت. وفيها أيضاً: الحضور المسيحي بين الإيمان والواقع، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونا بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة وسفر الجامعة، وقال: سفر الجامعة يحتوي على بعض التعابير، منها كل شيء باطل، كل شيء ضباب ودخان وفراغ، وهذه التعابير في الكتاب المقدس تحملنا على الشك في معنى الوجود نفسه، وأمام هذا التقلب بين المعنى واللامعنى يمكن أن تبدو لنا طريق اللامبالاة على أنها الحل الوحيد المناسب تجاه خيبة أمل تشمل الحياة. ولا شك في أن اللقاء مع خيبة الأمل في الشيخوخة أمر لا مفر منه، وقد قاوم بعض كبار السن خيبة الأمل هذه، فحافظوا على حبهم للبر والصلاح، وأعطوا بذلك أملاً لبقاء المحبة والإيمان في الحياة. حاول البحث الحديث عن الحقيقة أن يتخلى تماماً عن حب البر والصلاح، والمعرفة اليوم تريد أن تكون شاملة جامعة، لكن من دون التزام أخلاقي ومن دون مسؤولية. وقال قداسته: كشف سفر الجامعة عن هذه التجربة القاتلة لوهم العلم المطلق الذي يولد في النهاية عجزاً في الإرادة. إن الفراغ من المعنى والقوة الذي تؤدي إليه هذه المعرفة التي ترفض كل مسؤولية أخلاقية وكل توجه نحو الخير الحقيقي ليس أمراً بريئاً، إنما يجرد الإنسان من قوة الإرادة والتوجه نحو الخير، ويفتح الباب لعدوانية قوى الشر. تقدم العلم أمر جيد، لكن رفضه لحكمة الحياة هو أمر مضر ويؤدي إلى طريق مسدود، وكبار السن المليئون بالحكمة يمكنهم أن ينقذوا الشباب من تجربة المعرفة المجردة من حكمة الحياة. رعى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية الاحتفال الوطني بمناسبة عيد استقلال المملكة 76 بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وشاهد جلالته والحضور فقرات تجسد أهمية مناسبة الاستقلال في وجدان الأردنيين ومسيرة تقدم دولتهم. واشتمل الاحتفال الذي حضره أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء السلطات على عروض مرئية تناولت رؤية تحديث الدولة ضمن مسارات سياسية واقتصادية وإدارية متوازية. وأنعم جلالة الملك خلال الاحتفال على كوكبة من أبناء الأردن وبناته من مختلف القطاعات،
بأوسمة ملكية تقديرا لدورهم الكبير وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين. وأنعم جلالة الملك بوسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى على غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، تقديرا لدوره الكبير وإسهاماته في نشر التسامح وترسيخ العيش المشترك في مدينة القدس ودفاعه عن المقدسات المسيحية فيها. كما أنعم جلالة الملك بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة، تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا وقد وجه جلالة الملك عبد الله الثاني التهنئة لكل أردني وأردنية، مشيرا في خطابه السامي إلى أن هذه المناسبة تمر لأول مرة في المئوية الثانية من عمر الوطن العزيز. وقال جلالته: إن الأردن يقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو يواصل حمل أمانة المسؤولية النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدا جلالته حرص الأردن على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها. الإخوة والأخوات الأعزاء، الشعب الأردني يستحق الأفضل دائما، وواجبنا مسؤولين ومؤسسات أن نبذل أقصى طاقاتنا لترجمة أجندة التحديث هذه إلى واقع يلمس المواطن أثره المباشر على نوعية ومستوى حياته. مرة أخرى أتوجه بتهنئتي لكل أبناء وبنات شعبنا في سائر أرجاء الوطن بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على اعتزازي بكل واحد منهم وثقتي بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات، وأخص بالذكر النشامة والنشميات حماة الوطن والمصير، أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وبهذه المناسبة المجيدة انطلقت في جميع محافظات المملكة الاحتفالات التي اشتملت على ألعاب نارية واستعراضات كشفية ووطنية متنوعة ومقطوعات موسيقية لموسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعروض جوية أدتها طائرات فريق الصقور الملكية وطائرات سلاح الجو الملكي. خلال زيارته الرعوية الأولى لكنيسة السيدة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا الشمالية، استقبل موكب سيادة المطران جمال خضر في مسيرة احتفالية حاشدة على وقع معزوفات وطنية ودينية من قبل فرقة كشافة الكنيسة. وفي حفل الاستقبال ألقى الأب خليل جعار راعي الكنيسة كلمة ترحيبية عبر فيها عن فرح وسعادة أبناء الرعية بالزيارة الرعوية الأولى لسيادته، وقال: يسعدني اليوم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي وقرة عيني أبناء رعية العذراء أم الكنيسة في ماركا الشمالية، يسرني أن أحيي هذه الطلة المباركة لسيادتكم. حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً بين الأهل والأبناء. وقف المعلم الإلهي يوماً من أيام الربيع في بلادنا الجميلة يتأمل خير بلادنا وزرعها، يتموج محملاً بالخير والعطاء، فقال لتلاميذه وهو يرى نفوساً جاهزة للدخول في ملكوته، قال: قوموا وانظروا، إن الحصاد كثير لكن العمل قليلون. سيدي سيادة المطران جمال خضر، يسرني اليوم أن أقدم لسيادتكم هذه الكوكبة الجميلة من أبناء رعية العذراء أم الكنيسة في ماركا الشمالية، وكلهم فرح يلتفون حول راعيهم ومعلمهم مهنئين لك بنعمة الأسقفية وضارعين لله عز وجل أن يملأك من روح محبته وعلو حكمته وبنعمته يساندك في حمل هذه المسؤولية. أبناءك كلهم رغبة وحماسا
ليكونوا حجارة حية في بناء ملكوت المسيح له المجد إلى الأبد. وفي عيدة القداس الذي ترأسه المطران خضر بحضور المطران الأسبق للاتين في الأردن مارون اللحام والأب عماد علامات الأمين العام لمطرانية اللاتين والشماس الإنجيلي عماد حجازين، قال سيادته: نجتمع اليوم حول مائدة الرب في زمن الفصح، وعلى الرجاء ساهرين في انتظار الرب يسوع الذي وعدنا بأنه لن يتركنا يتامى. محبة المسيح هي التي تميزنا، محبة المسيح التي تجعلنا نحفظ وصاياه. ليست هذه الوصايا أوامر من الله علينا أن نطيعها بالقوة، ولكن يعرضها لنا السيد المسيح ويضع شرط: إذا أحبني أحد. يعرض علينا، لماذا؟ لأنه هو أحبنا أولا، هو الذي أحبنا وبذل نفسه في سبيلنا. هذه المحبة التي لا تعرف حدود، التي أحبنا بها السيد المسيح، ينتظر منا أن نحبه كما أحبنا هو أيضا. هذه المحبة هي التي تميز الجماعة المسيحية، وحينها نعلم ما معنى أن نعيش بسلام المسيح. سلامي أعطيكم، ليس السلام الذي يعطيه العالم، سلامي أعطيكم يقول السيد المسيح، عندما يكون حاضرا فيما بيننا، عندما يزرع المحبة في قلوبنا، عندما نتميز في محبته وفي محبة بعضنا البعض. هذا ما أراده المسيح للكنيسة، هذا ما الذي يجعلنا نراجع أنفسنا كلنا. هل نعيش كما أراد لنا السيد المسيح أن نعيش؟ ما يريده أن نعيش بسلام فيما بيننا، أن نعيش بمحبة فيما بيننا، وأن يكون الروح القدس حاضر فينا دائما. هذا الذي يجعلنا نراجع أنفسنا لكي نجدد إيماننا به، نجدد إيماننا بحضوره بيننا، ونجدد أيضا محبتنا له ومحبتنا بعضنا لبعض. وعقب القداس الذي حضره شخصيات رسمية ودينية وشمامسة وراهبات وفعاليات من الكشافة والمرشدات والشبيبة وأخوية الكنيسة، كرم النائب البطريركي للاتين المطران خضر السيد ويليام لحام بوسام لخدمته الإيمانية للكنيسة. بعد ذلك توجه الحضور إلى باحة الكنيسة للسلام على سيادة المطران خضر على وقع معزوفات المجموعة الكشفية. أقامت الكنيسة الأرثوذكسية صلاة المجد الكبرى احتفالاً بعيد الاستقلال 76 للمملكة، وذلك بعد انتهاء القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في منطقة الصويفية بعمان. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الاستقلال 76، وذلك خلال قداس احتفالي أقامته في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصويفية، حيث رفعت الصلاة تضرعا وابتهالا إلى الله العلي القدير من أجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وحكومته الرشيدة وشعبه الأمين. وقد شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة بحضور وزراء وأعيان ونواب وهيئات دبلوماسية وممثلين عن رئاسة هيئة الأركان في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديرية الأمن العام وشخصيات رسمية وعامة، وسط حضور غفير من المؤمنين وحشد من أبناء الرعية. وبهذه المناسبة ألقى سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس كلمة أشاد فيها بالوصاية الهاشمية التي يوليها جلالة الملك عبد الله الثاني للمقدسات المسيحية والإسلامية، الذي يحمل المسؤولية التاريخية تجاه القيامة والأقصى،
وقال سيادته: إننا فخورون بما قدمه المسيحيون في هذا البلد مع إخوتهم المسلمين في معظم مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفي القطاعات كلها بلا استثناء، مجددين بكل فخر واعتزاز المبايعة والولاء لقيادة جلالة الملك، ليستمر الأردن أنموذجا يحتذى في وحدته وأمنه وإنجازاته الحضارية ومواقفه الإنسانية والوطنية الكبيرة. ننتهز هذه المناسبة لتجديد مبايعتنا وولائنا والتفافنا حول قيادة جلالة الملك الحكيمة، ليستمر الأردن أنموذجا يحتذى في وحدته وأمنه وإنجازاته الحضارية ومواقفه الوطنية والإنسانية الكبيرة. ولا يسعنا في الختام إلا أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم والعائلة الهاشمية الكريمة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وحكومتنا التي نسأل لها التوفيق والخير والأسرة الأردنية الواحدة أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الوطنية الغالية عيد الاستقلال، متضرعين إلى الله عز وجل أن يبقى الأردن دائماً وأبداً آمناً قوياً ومزدهراً، وكل عام وأردننا الحبيب بألف خير وسلام وبركة. وتحدث العميد الدكتور عبد الله غنمة ممثل رئاسة هيئة الأركان المشتركة باسم جميع زملائه الضباط، شاكراً هذه اللفتة الطيبة والدعوة الكريمة، متمنياً بهذه المناسبة العمر المديد لجلالة الملك وللأردن وشعبه دوام العزة والفخر. أولاً اسمحوا لي باسم عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد الجيش وباسم زملائي ضباط الأمن العام وضباط قوات المسلحة بتقديم الشكر الجزيل على هذه الدعوة وعلى هذه الاستضافة بمناسبة عزيزة وغالية علينا، وهي مناسبة استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا صحيح مش غريب على النطرانية الأرثوذكسية اللي طول عمرها بتمثل عبارة عن شعلة متقدة من الوطنية، وبرضه مش غريب عن سيادة النطران كريستوفوروس اللي أنا بعرف بكل صلواته دائما بدعو لجلال سيدنا، بدعو للجيش، بدعو للأجهزة الأمنية وللأمن والأمان في البلد. فشكرا جزيلا على هذه الدعوة. اللي احنا ضباط المسيحيين يعني انخراطنا في القوات المسلحة وفي الأمن العام منذ البدايات، و يعني هناك تلاحم قوي طبعا ومشاركة فعالة من بداية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهذا واجبنا. فإحنا مواطنين درجة أولى وإحنا أصحاب البلد وإحنا عريقين، فبالتالي يعني هذا يقدر كمان الكنيسة الأرثوذكسية احتفالكم بعيد الاستقلال وبالكنيسة، هذا إشي كبير. كل شكر سيدنا، الله يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير جميعا، شكرا جزيلا. وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة حيث تقبل المطران عطلة التهاني بعيد شفيعه القديس كريستوفوروس وعيد الاستقلال المجيد. احتفلت رعية كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار بالعاصمة عمان بقداس إلهي بمناسبة منح نخبة من أبناء وبنات الرعية سري المناولة الأولى والتثبيت. وقد ترأس القداس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريرك للاتين في الأردن بمعاونة الأب مروان حسان راعي الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين ومشاركة جوقة الكنيسة. وبعد أن رحب الأب حسان بالمطران خضر وشكره على زيارته الأولى للكنيسة، تحدث سيادته في عظة القداس عن نعمة سري المناولة والتثبيت وكيف يصبح الإنسان المسيحي قويا بهذه النعمة لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه. أبنائنا الذين تقبلون اليوم المناولة الأولى وتقبلون سر التثبيت، كونوا دائما مستعدين أن تقبلوا المسيح في حياتكم وفي قلوبكم، مش بس أول مرة،
دائما أن قلوبكم تكون جاهزة وحاضرة لاستقبال المسيح. حاضرة عندما تكون قلوبنا نقية صافية مش مع الخطيئة. المسيح لا يسكن مع الخطيئة في قلوبنا. كونوا دائما مستعدين للمناولة المقدسة واقبلوها بنفس الشوق الذي تقبلونه بها اليوم. وإلى الأهل الكرام وإلى الأشابين، قمتم بواجبكم في تربية أبنائكم، في الاهتمام بهم، على أمل أن لا تنسوا أن تربيتهم الروحية وتربيتهم الدينية هي جزء من مسؤوليتكم أيضا. وهذا ما قمتم به حتى تقدموا أبنائكم لقبول سر التثبيت والمناولة الأولى. استمروا في الاهتمام بأبنائكم، في تربيتهم هذه التربية على الإيمان، على حب المسيح، على الالتزام بالكنيسة، على الانتماء للكنيسة، لأن الكنيسة هي بيتهم الثاني. بيتهم الأول هو البيت. مسؤولية التعليم المسيحي والتربية هي أولا للبيت، ولكن الكنيسة هذه والرعية هذه العائلة الكبيرة. نستمر في أن نكون قريبين منها لنكون فعلا جسدا واحدا كرعية واحدة. كما احتفلت رعية قلب مريم الطاهر للاتين في بلدة الفحيص بمنح سري المناولة الأولى والتثبيت لنحو 70 طفلا من أبنائها وبناتها. وقد ترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن بحضور راعي الكنيسة الأب عماد طوال وعدد من الكهنة والراهبات وأهالي المتناولين والأشابين وجمع غفير من أبناء الرعية. وفي عظة القداس شرح المطران خضر دعيبس معنى التثبيت والمناولة وأثرهما الإيماني على الأطفال الصغار، داعيا المتناولين لأن يكونوا جنودا أمناء للسيد المسيح ولكنيسته. كما شكر راعي الكنيسة على جهوده في تعميق العلاقة بين الكنيسة والرعية. وفي ختام القداس قدم سيادته التهنئة للأطفال على اهتمامهم بنيل المناولة. قام الوفد الكنيسي اليوناني الذي زار المملكة مؤخرا بجولة لعدد من الأماكن السياحية ذات الأهمية الدينية والتاريخية. رافقهم في الزيارة وزير السياحة والأثار نايف الفايز وعدد من الآباء الكهنة. وشملت زيارة الوفد موقع تل مار الياس الأثري بالإضافة لدير السيدة العذراء ينبوع الحياة دبين، واطلعوا على الأعمال الإنشائية في المركز الأرثوذكسي في دبين، كما زاروا دير الظهور الإلهي في المغطس، حيث استقبلهم رئيس الدير المتروبوليت فينيديكتوس بحفاوة بالغة. وكان الوفد الكنسي اليوناني قد زاروا مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان والتقوا عددا من كهنة المطرانية. وحضر اللقاء المطران خريستوفورس ووزير السياحة والأثار نايف الفايز ووزيرة الثقافة هيفاء النجار وسفيرا قبرص واليونان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الأردن واليونان في مجال تنشيط السياحة الدينية. خلال زيارة الوفد البرلماني الودية لمكتب فضائية نورسات الأردن، التقت الدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب سعادة العين جميل النمري وسعادة النائب عمر النبر وسعادة النائب هاي العياش. وخلال اللقاء قدمت الدكتورة السمعان للوفد الزائري نبذة عن طبيعة عمل المكتب ونشاطاته في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، إضافة إلى تعريفها بالتغطيات لمعظم الأنشطة الدينية والسياحية والثقافية والاجتماعية في المملكة. ومن جهتهم أثنى الوفد البرلماني على جهود مكتب فضائية نورسات وحرصه على نشر رسالة السلام والوئام بين الأديان لتجسيد المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الأردني الواحد مسلمين ومسيحيين. اختتم مجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعاته في جمهورية مصر العربية بضيافة كريمة من قداسة البابا توادرس بابا الإسكندرية وحضور غبطة البطريرك بير باتيسيا بتسابالا بطريرك القدس للاتين. ودعا المجلس في بيانه الختامي إلى نبذ العنف والتعصب بكل أنواعه وأشكاله، وكذلك رفض التطرف والإرهاب والإقصاء والتمييز على أساس الدين والعرق واللون والجنس، كما دعا إلى احترام حرية المعتقد وترسيخ قيم المواطنة والحياة المشتركة مع الإخوة المسلمين. وناشد المجتمع الدولي لدعم الكنائس في القدس وواجب الحفاظ على الأماكن المقدسة فيها. كما يتطلع المجلس بألم شديد إلى نزيف الهجرة الذي يطال المجتمعات المسيحية في المنطقة. وفي الختام رفع المشاركون الصلاة من أجل انتهاء الحروب والنزاعات وإحلال الأمن والسلام في الشرق والعالم.
تمكن ملتقى الفن والإبداع في الفحيص بجهود القائمين عليه من إنشاء متحف تراثي في أحد بيوت المواطنين في منطقة خربة الدير، حيث يوثق هذا المتحف الكثير من المقتنيات المحلية والعربية والعالمية. نورسات الأردن زارت المتحف وعدت التقرير التالي. الصيد وسموها صبيان الحصان، لهاج الخافق بحبها وش عادي يخفيه، أسرجت فوق الريح وطلقت الروح العنان، وسجلت فوق نزونها يا خلق حيل مغلي، أحبك وشهودي الخافق وحروف البيان، ونسجل فكر شتات افكاري يتناجيه، لفحيص مسكن رب السماء عالي الشان، تموت القاف وتحيا إذا فحيص أنا حل طري. تسهم المبادرات المحلية التي تعنى بالمحافظة على المقتنيات الفنية والتراثية والتاريخية بدور كبير في إظهار تاريخ الأردن المشرف، إضافة إلى تعزيز الحركة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والمثقفين لإبراز إبداعاتهم. وعليه فإن متحف خربة الدير للفنون الموجود في منطقة الفحيص والعائد للفنان الأردني بسام مخامره من شأنه أن يرفع الذائقة الجمالية للمهتمين ويعمل على إيجاد فضاءات وطنية وثقافية واسعة في البلاد. ويقول مخامره وهو رئيس جمعية ملتقى الفن والإبداع في الفحيص إن هذا المتحف الذي عكف على إنشائه منذ سنوات عديدة هو عبارة عن بيت قديم تم ترميمه وتسجيله تحت اسم خربة الدير للفنون وملتقى الشعراء، لافتاً إلى أن هذا المتحف يضم في أجنحته مقتنيات عالمية تمثل لوحات فنية وموجودات تراثية وفخارية ونحاسية وعملات نادرة وطوابع قديمة وتحفاً أثرية يصل أعمارها إلى مئات السنين، ويشكل هذا المتحف بحد ذاته ركناً أساسياً في حفظ التراث والتعريف بالتاريخ الأصيل لأردننا الحبيب. المتحف بدأت الفكرة عندي من عدة سنوات، بس تجميع صار له أكثر من 40 سنة وأنا أجمع من مراحلي الطفولية وأنا أجمع بالقطع اللي تعجبني من أجل أحتفظ فيها ما تصرفت فيها لحد الآن. بلشت المشروع بطلب أنه أعمله كمتحف لمدينة الفحيص، لم أجد المكان ولم يوفر لي المكان في مدينة الفحيص، قررت أنا وزوجتي نستعمل أرضنا وبيتنا لإقامة هذا المتحف، والحمد لله بدأنا بتجميع المتحف الذي يشمل على أكثر من فرع في هذا المتحف. عندي المتحف العالمي اللي بيشمل لوحات عالمية اللي جمعتها من خلال مسيرتي الفنية ومشاركتي مع فنانين عالميين من عدة دول، إيطاليا، عندي لوحات من أمريكا، عندي لوحات من تشيلي، عندي لوحات من الكاميرون، نحكي على أفريقيا، عندي لوحات العراقيين الرواد وهذا بتميز المتحف، عندي أكثر من لوحة كانت في متاحف خارجية شريتها من المزاد العلني، عندي بعض القطع من قصر الخديوي إسماعيل في مصر لما صار بالمزاد العلني سنة 58، عبارة عن لوحات لأشهر الفنانين الإيطاليين لآر رينالدي. ننتقل لمرحلة الموهبة اللي مش القطعة الكبيرة اللي هي العملات، يعني المتنقلة دائما معي في معارض والطوابع. العملات والطوابع أنا عندي عملات تاريخية وعندي عملات، أجمل قطعة عندي بالنسبة للأردن اللي هي العملة الطبعة الأولى من عملة الأردن 1949 تأسيس المملكة الأردن الهاشمية، قبلها كان يستعملوا الجنيه الفلسطيني، وعندي قطعة من سنة 27 للعملة الفلسطينية اللي كانت تستعملها الأردن قبل إنشاء مملكة الأردن الهاشمية. بالنسبة للطوابع بملك أكثر من 11 ألف طابع ما قبل السبعينات، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية وما قبل،
وثالث طابع في التاريخ 1862 طبع في الولايات المتحدة، لكن التأسيس كان لبريطانيا، وخلال احتلال بريطاني أخذوا الماكنة معهم وبلش الطباعة في الولايات المتحدة لمختوم بختم رئيس الولايات المتحدة. بالنسبة للديانة المسيحية في الطوابع طبعا لها تميز، أعياد الميلاد عندك مثلا بابوات الفاتيكان المجموعة كاملة موجودة عندي اللي توافدوا على الفاتيكان، بالإضافة إلى ما ذكرت نحن بصدد تأسيس متحف وطني يشمل مقتنيات من نجمعها من مدينة الفحيص ونضعها في مكان، في هذا المكان إن شاء الله، وأنا موجود عندي بعض القطاع. كما يشتمل متحف الدير للفنون على جدارية فنية كبيرة لبلدة الفحيص القديمة استغرق العمل بها نحو 15 شهراً، وسيتم عرضها قريباً في الكثير من المعارض العالمية. بدأت برسم هذه الجدارية 2014، انتهت معي ب 2015 تقريباً أكثر من سنة. طبعاً العمل فيها كان بشمل شغل بالسكين وشغل بالفرشاي، أنهيت العمل فيها وانعرضت في عدة معارض، وهلأ بتنتقل معي إن شاء الله للولايات المتحدة، وبعدها إن شاء الله للدنمارك إذا أتاحت الفرصة عن قريب. راح تكون هي الأهم عندي في التنقل للشرح عن مدينتي الفحيص، مدينتي الغالية الفحيص، وعن قطعة من الوطن في الجدار المنيع الأردني. ويؤكد الخبراء الناشطون بالعمل العام أن الفحيص وهي جزء من الأردن التاريخي والحضاري، زاخرة بالكثير من المواقع الأثرية والكنائس الدينية التي ترجع إلى عهود سابقة، وتدل على أن المنطقة مأهولة منذ مئات السنين، ويتعين على المسؤولين برأيهم أن يحافظوا على تراث الوطن ولا يتركوه عرضة للنهب والإهمال. عندما نتواجد في منطقة عابقة بالتاريخ والتراث والحضارة على مدى قرون مضت، يستوقفنا المكان والزمان كيف نحافظ على هذا التراث، وكيف نحافظ على التاريخ الموجود بالمنطقة اللي حاليا يتعرض إلى النهب، يتعرض حجارة هذه الخربة اللي كانت تسمى بربة عمون. هناك كان في هذه المنطقة مصنع للتعدين وصناعة الأسلحة، كان فيها 20 بئر، وكان فيها قنوات في هذه المنطقة، قنوات لجلب مياه، وهذا يدل على الحركة النشطة اللي كانت متواجدة في هذه المنطقة. وانطلاقاً من هذا المتحف الفني الرائع الذي يحوي تاريخ وعملات ويؤرخ لهذه المنطقة، إنه هذه المنطقة تكون حافلة بالأنشطة ونعيد لها الحياة من خلال المهرجان ومن خلال الفعاليات الثقافية. كما يدعو كثير من مواطني الفحيص إلى مزيد من الاهتمام بالمتاحف الشخصية لما تحويه من مقتنيات أثرية وتاريخية نادرة، وكذلك دعم الهواة من أبنائها وتشجيع شباب وشابات الوطن على زيارة هذه المتاحف والتعرف على موروثاتهم الأصيلة. الإرث اللي أخذوه من آلاف السنين من أبائنا ومن أجدادنا، هذا الإرث اللي هو التمسك فيه، يعني التمسك بالوطن، لأنه إذا انسلخ الإنسان عن ثقافته بتعني انسلاخه عن وطنه. فبالنسبة لنا كمتحف اللي هو متحف خربة الدير للفنون وديوان رباح، أنا يعني بشجع الشباب إنهم حتى وزارة التربية بعمل دورات أو بعمل زيارات ميدانية من قبل الوزارة للأطفال الصغار، بداية من الطفل، لأنه تركيزنا على الطفل مشان يظل يستمر بالتمسك بثقافته، أنهم يعملوا زيارات ميدانية لهذا المتحف. أهلا وسهلا بالجميع، لأنه بالنسبة لنا هذا إحنا يعني رغم كل المعيقات قدرنا نخرج للوجود هذا المتحف نتيجة تمسكنا بالثقافة. أشاد الأب أنطونيوس حبيب نائب خوري رعية اللاتين في بيت لحم بأعمال القديسين والقديسات، وذلك خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة سانتا كاترينا بمدينة المهد بمناسبة ذكرى تقديس القديستين ماري ألفونسين ومريم بواردي،
المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة ذكرى تقديس القديستين مريم باوردي وماري ألفونسين، أقامت راهبات الكرمل وراهبات الوردية قداساً احتفالياً في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم، احتفاءاً بهذه المناسبة السنوية، حيث كان القداس احتفالياً ومميزاً خصوصاً بوجود الذخائر في وسط الكنيسة لنيل البركة من القديسة وتوزيع الوشاح على المؤمنين الذي يحمل صور القديسات. ترأس الأب رامي عسكرية والأب أنطونيوس حبيب القداس الذي تخلله التراتيل المخصصة للشهر المريمي وأخرى للقديسات وتأملات وقراءات وطلبات. وأشاد الأب أنطونيوس من خلال وعظته بأعمال القديسين والقديسات داعياً لأن نحذو حذوهم في الإيمان والمحبة والعطاء اللامتناهي. زي ما احنا كلنا بنفتخر وعارفين طبعاً إن هم قديسات عربيات من بلدنا، وطبعاً ده فخر للأراضي المقدسة وفخر كمان لكل الشرق الأوسط، وكتير سعداء ان احنا كمان بتشاركنا دايما النور سات في انها بتبث وبتوصل احتفالاتنا وبتوصل فرحة الاراضي المقدسة لكل العالم. فلما احنا في ذكرى اعلان قداسة القديسة ماري ألفونسين ومريم ليسوع المصلوب بنذكر انفسنا ان احنا كلنا مدعوين نشارك هذا المجد في السماء مع كل القديسين على عن طريق ان احنا نعيش ونقتدي بيسوع المسيح، نمارس اسرارنا المقدسة وكمان نخدم بعض بمحبة، وده اكيد على ضوء كلمة الله اللي هو الانجيل. فبنقول لكل الكنيسة كل عام واحنا بخير برفقة هؤلاء القديستان ماري أنفسين ومريم ليسوع المصلوب، والرب يبارك الجميع وكل عام وانتم بخير. وفي نهاية القداس تم تبخير الذخائر والصلاة وطلب السلام وطلب شفاعة القديسة مريم باوردي وماري ألفونسين وتوزيع المسابح على المشاركين وأخذ الصور التذكارية مع الذخائر. اليوم احنا عم نحتفل مع قديستين من بلادنا، قديسة الكرمل مريم يسوع المصلوب وقديسة الوردية الأم ماري ألفونسين. اليوم مر 7 سنين على تقديسهم، وأحيينا الذكرى هاي برعية بيت لحم مع الرعية ومع الكهنة. بلادنا دائما فيها قديسين، ودائما إن شاء الله بضل تعطي قديسين، وإن شاء الله يا رب الدعوات بشفاعاتهم بشفاعة العذراء تعطينا دعوات أكثر للرهبانتين ولكل الرهبانيات. نحن بنشكر أول إشي الآب السماوي على النعمة الكبيرة العظيمة اللي أعطانا إياها بنتين من بلادنا المقدسة، ماري ألفونسين ومريم يسوع المصلوب، بنات البشارة والمهد والفداء والقيامة. هذه أكبر نعمة نحن حصلنا عليها، نطلب من ربنا يعطي النعمة الكبيرة للعالم كله بأفراح وأحزان وأوجاع وآلام، تتشفع القديستين للعالم المتخبط في الآلام والعذاب. هاي بلاد السلام، نطلب من يعطونا نعمة السلام لقلوبنا عائلاتنا مجتمعنا والعالم كله. خيرتك بين الموت والحياة فاختر. فنحن كقديستان اليوم عظيمتين من أرض فلسطين، من الأرض اللي شفنا فيها قبل أيام النزاع والخلاف والحقد، ينبع منها أيضا الفرح والمحبة وثمار الروح، وشعت هذه القداسة من أرض فلسطين إلى الدول العربية وإلى جميع أقاصي الأرض. فنحن القداسة كلمتين
كل إنسان مسيح ومدعو أن يكون قديس، أن يعيش متطلبات عيش مشيئة الله. هذه هي القداسة وهذه الفرحة، وكل عام وأنتم بخير. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان الحضور المسيحي بين الإيمان والواقع خلال مئوية الدولة الأردنية. وقد كان ضيف الحلقة الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني، كما أجرى البرنامج بهذه المناسبة الوطنية اتصالات هاتفية مع سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن، والعين جميل النمري، والنائبين عمر النبر وهاي العياش، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال للأسرة الأردنية الواحدة، معبرين جميعهم عن حبهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه وحكومته الرشيدة. فإلى هناك. يسوع المسيح جاء على الأرض وعاش على هذه الأرض واتبع كل القوانين والشرائع الموجودة آنذاك من الحكم الروماني والقوانين والأنظمة. في مثلا القديس ليسوع في الإنجيل لما مثل القديس بطرس قال له إحنا عم ندفع الضريبة للدولة، قال له بطرس لا يا معلم ما عم ندفع. يعني هذا بإنجيل متى، يعني أنا ما بدي أقول إنه بتجيب من كيفها، وإنجيل متى 17 في رواية الإنجيل في كفر نحوم يسأل جامعو ضريبة هيكل الدراخمة بطرس طبعا عما إذا كان يسوع يدفع الضريبة فيها، فيجيب ذلك عندما عاد يسوع للمكان الذي يقيمون فيه تحدث يسوع عن الأمر متسائلا رأيه ممن يجمع ملوك الأرض الرسوم والضرائب، فمن أبنائهم أم من الآخرين؟ فطبعا يجيب بطرس من الآخرين، فيجيب يسوع إذا الأطفال معفى، لكن لئلا نتسبب في عثرة اذهب إلى البحيرة بحر الجليل وألقي الصنارة، خذ أول سمكة تصطادها، افتح فمه وستجد استارا، خذها وأعطيها لهم مقابل ضرائبي وضرائبك. فكان يؤدي الضريبة وكان يقوم بكل هذه المهام المدنية المطلوبة من المواطنين اللي بيعيشوا على الأرض، فكان يسوع ملتزم بهذه القوانين والأنظمة. وعندنا كمان أعطي ما الفلس لقيصر ما لقيصر وما لله لله. تفضل. أنا أرى أنه موضوع لقائنا في هذا الصباح الجميل الاستقلالي القيامي الإيمان وهذا الحضور المسيحي في المئوية الأولى. نعم. هذا الحضور المسيحي يتجاوز دفع الضريبة ويتجاوز أيضا أن نقوم بواجبنا الذي يتوقع من كل الناس، كل مواطن في أي دولة في أي مجتمع عليه أن يقوم بواجبه. نعم. على المسيحي، وأنا أرى هذا رأي شخصي، على المسيحي أن يتعدى ذلك. ليس كافيا أن أكون قائم بواجب، على المسيحي أن يكون مبادرا، أن يتحرك بشغف في حب هذا الوطن، أن يتحرك ليملأ فراغا ليجسد ويرسخ جمالا ليعطي قيمة لكل ما هو جميل. وطننا وطن باركته السماء، ولا يكفي أن نكون ورثة لهذه الجغرافيا، بدنا نكون ورثة بيستاهلوا ينتموا إلى هذا الوطن.
كثيرون الذين يتمنون انه ياخذ جواز سفر اردني. انا بحكي بحديثي استقلالي في هذا النهار، يعني ان انتماء للاردن هو انتماء لارضه وللسماء التي باركته. الانتماء للاردن ينبغي ان يكون ايمانيا يحمل الاربع الوان. العلم الاردني اربعه، ما فيهوش ازرق وفيهوش اصفر، فيه اربعه الوان، لكن في مجمله للمسيحي عليه، وانا اتحدث من بدافع ايماني بهذه الارض، نعم، عليه ان يتحدث، ان ينطلق في نظرته الى 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 الى, إلى, إلى وطنه وعلاقته بوطنه، الى ان يرسخ ايمانا في بعدين، بعد مجتمعي افقي، وهذا البعد العمودي ارتباطه بالسماء. الأردن أرض مباركة، أرض مقدسة، ورثتها ليس أميز من الآخرين وليس أفضل من الآخرين إذا لم يكن لهم هذا الحب. وعندما نتحدث عن 100 عام ملامح ومظاهر هذا الانتماء المسيحي كان واضحا. Hello. كانت واضحة. الدور الذي قامت به المؤسسات الكنسية والمؤسسات التابعة للكنيسة وللجماعة المسيحية التي هي ولها الفخر تنتمي إلى 2000 سنة من هذا الحضور. كان لها دور، ويظهر هذا الدور من تأسيس المملكة حتى الآن في مجالات كثيرة، في التربية، في الصحة، نعم، في 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 الخدمة، نعم، في الخدمة، في القوات المسلحة، نعم. الأردنيون المسيحيون قدموا شهداء، الأردنيون المسيحيون تعبوا، ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني. نعم. ماذا تقول في هذا العيد، عيد الاستقلال الأردني سعادتك؟ وتفضل تقدم بطاقة المعايدة لهذا الوطن. نهنئ أنفسنا، نهنئ قيادتنا جلالة الملك المقدس، نهنئ الحكومة، نهنئ القوات المسلحة، نهنئ أجهزتنا الأمنية، نهنئ جميع عموم المواطنين بهذا العيد. الحقيقة قبل يومين احتفل المسيحيون واحتفلت الكنيسة بصلاة الأحد بعيد الاستقلال، نعم، بصورة أفلجت صدورنا. نعم. كانت مبادرة غير مسبوقة أن تقام صلاة احتفالية في عيد الاستقلال، أي بمناسبة وطنية وليس بمناسبة دينية. هذا له دلالات مهمة على الانصهار، نعم، المسيحي الوطني بالانتماء العميق والعريق لهذا البلد، لهذه الأرض، ولهذا الكيان الوطني الذي ساهم المسيحيون في إنشائه، في إرساء دعائمه، وفي نموه وازدهاره. لا ننسى أن هذا الاحتفال هذا العام هي الاحتفال بأول سنة نخطو بها في المئوية الثانية للدولة الأردن، وقلة من الدول العربية التي تحتفل باستقلالها وهي مستمرة منذ الاستقلال أو منذ إنشاء الدولة الحديثة على نفس الإيقاع بنفس النظام السياسي بحالة من الاستقرار والثبات. هذا تقريبا لم تعشه أي دولة عربية باستثناء ربما بعض الملكيات في المغرب
دول الخليج وحتى هناك يعني عانت من بعض المشاكل في إدارة. دائما بنقول سعادتك الحمد لله على الأمن والأمان اللي عم نعيشه في هذا البلد، وممكن في ناس كتير دائما بتضلوا بدول حاملين الأمن والأمان فعلا، لأنه في كتير من البلاد المحيطة لا تعيش هذا الأمن والأمان. فما معنى الاستقلال؟ يعني شو معنى الاستقلال؟ أن أكون أمينا في بيتي، أروح أطلع شغلي، أعيش حياتي مع عائلتي ببلد يعني ببلد آمن. تفضل. ماذا يريد الإنسان من الاستقلال؟ وأن يحكم ذاته إذا عجز عن حكم ذاته وفادت الفوضى والخراب والاقتتال في بلد أمان. الأردن يعني هذه الميزة التي وفرها الهاشميون بسمات التسامح والاعتدال والإدارة الحكيمة للتناقضات للإشكالات التي تنشأ ليس داخليا فحسب ولكن أيضا مع الجوار وفي الإطار العالمي. عندما تتوفر قيادة تأخذ القرار بحكمة، تنسج علاقات، تشكل سياجا يحمي الأمن الوطني كما فعل سيدنا. نحن نحتفل ب 25 الشهر في عيد الاستقلال الأردني، فبطاقة معايدة من حضرتك. صباح الخير للجميع، وأول شيء كل تمنياتنا وتبركاتنا للشعب الأردني كافة وخاصة لقيادة هذا الشعب لجلالة الملك على هذا العيد. التمنيات لجميع المواطنين بأن يكون هذا العيد هو احتفالا بالاستقلال فعلا وبكل ما تعنيه لنا هذا الوطن. هو تجديد لالتزامنا بخدمة هذا الوطن، التزامنا بالقيم التي قام عليها هذا الوطن، التزامنا بالانتماء له، التزامنا بالتعايش، التزامنا أيضا بالضيافة التي تميز بها الأردن وبكل ما يتميز به الأردن. هذا العيد هو مناسبة لكي نعود من جديد ونجدد محبتنا لهذا الوطن واستعدادنا لخدمة هذا الوطن. ولجميع المسيحيين، نحن مواطنون أصليون في هذا الوطن وننتمي إليه مثلنا مثل الجميع، ونقدم كل خدمة في هذا الوطن. نعيش في هذا الوطن، نحن منه، وهذا الوطن الذي نخدمه. والمسيحيون في هذا الوطن قاموا بخدمة فعلا جليلة لهذا الوطن على مدى الأعوام والفترات السابقة كلها، ولذلك احتفالنا بهذا العيد هو أن نجدد التزامنا فعلا بأن نخدم هذا الوطن وأن نستمر في هذا التعايش، في هذا الانسجام، في هذه المحبة والانتماء إلى هذا الوطن. هذا ما نتمناه لجميع المواطنين، هذا ما نبارك به للجميع، نبارك لأنفسنا بهذا العيد على أن نستمر دائما في محبة هذا الوطن وفي الدفاع عنه وفي خدمة هذا الوطن. هذا ما يمليه علينا إيماننا، وهذا مواطناتنا أيضا في هذا البلد، وما نتمتع به أيضا في هذا البلد من خيرات كثيرة لا نقدرها أحيانا إلا عندما نرى جيران لنا فقدوها، فقدوا الأمن والأمان، فقدوا يعني الكثير من النعم التي نتمتع بها في حياتنا اليومية في هذا الوطن. أتمنى للوطن ولقائد الوطن وللشعب الأردني أجمع عام ومئوية أخرى تكون أفضل من اللي سبقت، وكل هالسلبيات اللي إحنا اللي في بعض السلبيات اللي موجودة إنه نحاول نبني على الإيجابيات إحنا، والإيجابيات كتيرة الواحد ما بيعرفها إلا لما يسافر ولا يهاجر بيعرف الإيجابيات اللي في البلد. نعم. ونتمنى هالسلبيات اللي الناس اللي والناس المتشائمة والناس اللي بتفكر بالسلبيات، نتمنى إنه نحاول نتجاوزها ونبني على الإيجابيات ونطور حالنا ونطور بلدنا خلال الأعوام القادمة، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. وهذه الأيام المباركة التي نحتفل بها بالعيد 76 لاستقلال مملكتنا الأردن الهاشمية التي
نفاخر بها الدنيا. نعم. ونقول دائما بأننا في المملكة الأردنية الهاشمية مسيحيين ومسلمين إخوة أعزاء، تربطنا وحدة حال ومصير، ويتربطنا قيادة هاشمية حكيمة قادت هذه السفينة إلى بر الأمان في المئوية الأولى، وستقودها في المئوية الثانية إن شاء الله. لذلك نقول كل عام وسيدنا قائد الوطن وسمو ولي العهد والشعبنا الأردني بألف خير، وأن يعاد هذه ذكرى الاستقلال أن تكون استقلال نحتفل ونفاخر به، وتكون دائما أيام هالوطن سعيدة وجميلة إن شاء الله بوجود الإعلام الحر ووجود الناس الطيبين الخيرين الذين يعملون من أجل رفعة هذا الوطن بقيادة جلالة سيدنا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك: الأردن يحرص على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب كأساساً لاستقرار المجتمعات. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد استقلال المملكة 76. المطران دعيبس يقوم بزيارة رعوية لكنيسة السيدة العذراء في ماركا. بيت لحم تحتفل بذكرى تقديس ماري ألفونسين ومريم بواردي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم، وكل عام وأنتم بخير.